على حسب النيه ديالك اولدي. واه انا واخا كنت خدامه هنا ما كنتش دايره واحد النيه، واه ولكن بقيت نشوف شي حوايج. واه السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. حنا بحكم ما كندور الدرجه الجبليه كل نهار هاملين في قنت ما فيها باس، كل مره غادي نوريكم واحد الجهه من الجهه ديال المنطقه الشرقيه. واليوم ان شاء الله الحلقه الاولى غنسميوها همله. همله اليوم غادي نكتشفوا سيدي حازم مع السي محمد. السي محمد ولد بني درار، حتى هو عنده قناه في اليوتيوب اللي هي محمد ريان في تي تي. سي محمد تبارك الله عليك. الله يبارك فيك سي محمد. سي محمد هذا الرومبوان، هذه الرومبوان ديال القربوز هنايا. هذه ديال سيدي حازم، بداية تاع الطلعة تاع القربوز. هذه بداية ديال القربوز، ومن هنايا من هنا نقدروا نطلعوا واحد البلاصة سميتها ولاد المريم، واحد الطريق اللي فتحوها جديدة. نقدروا نمشيو لبلاصة سميتها تانوت. هذه الطريق ديال ولاد المريم. من هنا بداو ولاد المريم، ولا نقدروا نرجعوا لتانوت، نقدروا نطلعوا لسيدي عبقادر المريم، نقدروا نهودوا لسيدي احمد بوغزال، نقدروا من لها نرجعوا لها حفيه. انتما نطلعوا لولاد القاضي ونطلعوا نخرجوا فيه. ولاد القاضي تانوت. تيزي عليه. وهذه تدينا السعيدية. السعيدية القربوز، من البداية نتاع القربوز. السلام عليكم. السلام عليكم. شيفا تبارك الله عليك. لاباس. كيراك دايرة؟ لاباس. وباش كتهضرنا على سيدي حازم، كيجيو يزوروا هنا الناس؟ لا كيجيو الناس يزوروا بحال هكا، وكاين اللي يجي للطبيعة وكاين. باش معروف زعما سيدي حازم؟ على حسب النيه ديالك اولدي. واه انا واخا كنت خدامه هنا ما كنتش دايره واحد النيه. واه ولكن بقيت نشوف شي حوايج. واه بحال بنادم يجي بحال هكا ما يتمشاش، يمشي يتمشى. بحال بنادم يجي هكا ما يهضرش. واه سمعت هيك اولدي، سمعت ما يهضرش ويمشي يهضر. شفت شي حوايج بنيات صغيرين مقيوسين، يجيو هنا يزقيو 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 يمشيو. صحاب اللي فيهم الجذبه. واه فيهم الرياح ماشي الجذبه. واه ايوا انا راني عايشه مع المحسنين هنايا، انا راني 20 عام وانا هنا. 20 عام وانت هنا؟ 20 عام. وجات واحد اللجنه هنايا في الجامع، وجات لعندي هنا وقالت لي عطينا النمره تاع التليفون وعطينا تصويرتك وسنينا هنا وكتبوا ومشاو وعبروا ذاك الوالي باش يفرشوه، صح ما ولاوش كاع. نسالو غادي لك الشهريه. اه؟ مي عطاوك قال لك عطينا لاكارت وعطينا التصويرت، كنت نسالو غادي لك الشهريه. اودي ما داروا لنا شهريه وما جابوا لنا. عرفتوا ماشي حنايا عطيناهم الحوايج اللي قالوا لنا، ما داروا لنا شهريه، ما عاونونا. ولكن حنا عاونونا غير المحسنين كثر القياسه. واه العائله ديال قيسي. المهم قيسي كيما كانت، كيما كان قيسي اللي يجي هنا يعاوننا، وباش شي واحد اخر ما كاينش. لا كاين من غير قيسي كان المحسنين. لا عمر رجع لنا شي واحد هنا وقال لا، من غير هادو اللي كيعاونوا ناس كبيره. الناس اللي كيجيو هنا لا ناس كبيره، لا بالقليل. بالقليل الناس المحسنين. ولكن هما عاونونا، جابوا لنا الزنك، شراو لنا السيما، خلصوا لنا مره الماء. المهم يعاونونا. الماء هنا كتخلصي انتيا؟ واه انا نخلص الماء، انا دخلت الكونتور روحي. هذه شحال باش دخلتي كونتور؟ دخلتو داره لي 200,000 من سيدي حازم. 200,000 200,000 باش خلصي تريتا ولا لا؟ خلص الماء وتجي معها التريتا، نعطي 5000 فرنك في الشهر. 5000 كي تخرج الماء تخرج التريتا، نعطيها 5000. مازال باقي لي 100. وانت تبارك الله خلصت 100,000 وباقي 100,000. باقي 100,000. ايوا يجيب الله اللي يخلصها ان شاء الله. ان شاء الله بغينا غير شويه نعاودوا هاد البيوت ونديروا واحد الحيط من عندنا. علاش هذوك البيوت اللي تسمى البيوت ديال علاش؟ كانوا بكري داروهم الجماعه الدوار كي قال لهم بناوهم عدوهم لسيدي حازم. حنايا من دخلنا اللي كيجي يزور يجي يبات هنا. واه يباتوا ماشي يباتوا، يظلوا وكاين اللي يبات وكاين اللي يظل. المهم حنا عد صلحناهم، قلعنا لهم السقف وصلحتهم وعدلتهم، وراني نصدق فيهم الله نكريهم. مره 3,000 مره 4,000 مره يجي شي واحد لاباس عليه ما يتحاسبش معايا يعطيني 10,000. انا ما نخلطش بنادم غير نخلط نقول له عطيني فلوس كريه. لا انا ندخلو نعطيه الماء نعطيه الفراش، ندير معاه واحد المعامله زينه، وهو من يجي خارج ما يفرش فيا واللي ما عندوش في سبيل الله. ولكن خصهم تفرش راه مخاوية. واه هنا من كولونا قلعنا ذاك الفراش. كولونا كيجي فراشو وحرقته، حرقناه دوك كلها ويجيبو فراشو. وين يمشي هاد المرض هذا؟ هاد المرض هذا نشريو حصيات ونشريو فريش ونشريو. دوك اللي جايين الفراش الا جابوا لنا الفراش نديروا فواحد البيت نبلعوا عليه. فهمتي كيفاش؟ الله يكمل فيك خير. امين. وانت باش عايشه هنايا زعما؟ انايا غير اللي يجي يعطيني، ولا ما عطاوناش احنا قاعدين ما عندناش شي قدسه. غير اللي هنايا هاد سيدي حازم هذا كلا الحركه فيه. علاش كيعتمدوا؟ علاش كيعتمدوا زعما العيش ديالهم على الفلاحه؟ هنايا الناس اللي منا كاين اللي عنده اللوز يبيعه غالي، كاين اللي عنده البقري، كاين اللي عنده الشياه، كاين اللي عنده
البلاد. لا البلاد اش مثل حالك يعتمدوا عليها الزرع؟ حبتوا حبتوا يديروا يعني يديروا الفلاح يديروا القمح الزرع ما بقاش الحدود ما بقاش الحدود بلعت كيديروا فلاحها ويديروا ذاك جلبان الفول جلبان الفول مجهز جلبان الفول تبارك الله الفول وقت الجلبان ويديروا البقري ويديروا تبارك الله تبارك الله عايشين مساكن من تحت الحداده عاشوا عاشوا عيشوا الحداده ما كانش صالح لنا غير لينا حتى الجزائر كانوا يسترزق الله معنا حتى هما كانوا خدامين لا سي محمد حتى هما ساكن نص الكبير راه ضايع شحال من الجزائر ولا المغرب فيها كل تلبس عليه حنا عندنا الخير حنا في بلادنا عندنا الخير عندنا الخضره عندنا كل شيء رخيص عندنا يعني دي 100 درهم تجيب لك كامل الحوايج الحمد لله حنا نفتخر بالمغرب ديالنا عندنا كل شيء حنا الحمد لله حنا عندنا كل شيء عيشي باش ما كاين عايشه وانا هنا الحمد لله راني عايشه انت هنايا اللي شاف هنايا يقول ما سميتو ولكن الحمد لله رزقك ما يقطع لا لا الرزق ديالك ما يقطع البركه كل يوم الحمد لله الخير كل يوم ونطلبوا الله تعالى غير يصبرنا ويثبتنا وهذا مكان امين هذا مكان اولدي يثبتنا ويصبرنا وهذه هي الدنيا والوليدات وهذه الله اي والله يجيك اللي فيها الخير امين اولدي الله يكمل بها خير امين اولدي هذا الشيء اللي كان ايوا اش غنقول لك الحاج الله يحميك الوالدين لازم الاولاد الله يجزيك بالصحيحه امين الله يعطيك الخير الله يعطيك الخير نمشيو الله يتبعتنا الطريق الله يعطيك الخير تبعتنا الطريق بغيتو تشربوا تاكلوا الله يعطيك الخير الدار الكبيره اللي عارف ناس الخير ناس الكرم والله الله يعطيك الخير وشكرا بزاف هذا الوليد اللي راه معاك الله يحفظه سي محمد ولد بنيدر هذاك واه انا عارف الله يعرف يجيب انا جاي من وجده بغيت عارف يجيب له شي خبيزه باش نمشي ليه امين ها هو سي محمد تبارك الله عليك سي محمد جابنا حتى الحدود حتى الشرطة حتى ريدونا العسكر ياك وهذا الدوار كسميته سي محمد هذا ولد صالح هذا ولد صالح اش كاين في الكنيه سي محمد هذا صالحي هذا هما صالحي تبارك الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.